ماشي نتوما اللي تبداو تقرروا. عندما قررتم ان نشارك في الحكومه خرج بكل علانيه وقال والله الا دخل هذا الاتحاد الاشتراكي ما عرفت واش دار ديك الكفاره ولا باقي ما دارهاش. يا كان لينا السيد الكرام قال لنا كيفاش مجموعه عندها 20 نائب جاءت تطلب مني رئاسة مجلس النواب في إطار التحالف. ودار ديك الضحكة ديالو المثيرة. كيف؟ ألا يتساءل اليوم وقد اجتمعت أمانته العامة، احنا ما تغيرناش يا شريني يا شريني. وقررت أن تصوت لحزب